التقرير كمان بيلمح إلى أن في زيادة في هطول الأمطار، ولكن للأسف المياه دي موزعة على السنة بشكل غير متناسب، وده بيخلي فرص الاستفادة منها أقل. كمان تلاقي زيادة في رطوبة الجو، وده اللي ممكن يساعد على انتشار كتير من الأمراض الفطرية والبكتيرية مثل النخيل ومشاكله. حشرات تانية ابتدت تؤثر على الزرع بسبب تذبذب الحرارة بين النهار والليل، زي الجراد وسوسة النخيل وديدان الثمار وغيرهم. لكن الحقيقة إن وزارة الزراعة في مصر أدركت ده مبكرا وقطعت شوط طويل في مواجهة كل التغيرات دي بحسب التقرير، سواء عبر استنباط محاصيل جديدة أكثر تحمل للتغيرات المناخية أو محاصيل أقل حاجة للمياه ومكافحة الحشرات، وده أدى لمنتج مصري متميز وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية بصورة غير مسبوقة.